ولمزيد من النقاش حول القصف الاحتلال الصهيوني المتكرر لسوريا والذي تجدد اليوم في قصف محيط العاصمة دمشق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الريحانية الخبير العسكري السوري الأستاذ أديب العلاوي. مرحبا بك معنا. أهلا بكم، تحية لكم وتحية للمشاهدين. حياك الله. غارات الاحتلال الصهيوني ليست المرة الأولى على سوريا ويبدو أنها لن تكون الأخيرة بحسب مشاهدات الوضع الميداني. السؤال عن الجديد في بنك أهداف طيران الاحتلال الصهيوني في هذه الغارة تحديدا. نعم، مساء الخير. يعني حقيقة يبدو لي أن يعني الطيران الإسرائيلي أولا يستهدف كل الشحنات الجديدة التي تقوم إيران بإرسالها عبر مطار دمشق الدولي الى اللواء 29، اللواء 29 هو غرب مطار دمشق الدولي مباشره، وفيه الغرفه الزجاجيه التي هي غرفه العمليات الرئيسيه ل يعني الميليشيات الايرانيه والحرس الثوري الايراني. هذه الشحنات تنقل فيما بعد الى باقي النقاط ومناطق والمستودعات التي تسيطر عليها الميليشيات الايرانيه. الجدير بالذكر اليوم ان القصف طال يعني بعض محطات الرادار ومنصات الصواريخ المجهزه للاطلاق. يعني بمعنى اخر ان الاتفاق الذي تم بين يعني وزير الدفاع النظام السوري وبين يعني وزير الدفاع الايراني على تطوير منظومه الدفاع الجوي وتطوير القدره الراداريه وشبكه الرادارات الموجوده على الاراضي السوريه الحقيقة باءت بالفشل. بمعنى آخر الرادارات التي يعني موجودة لدى جيش النظام الحقيقة هي تحت السيطرة الروسية ولا يمكن التحرك إلا بضوء أخضر روسي، وبالتالي نحن نقول أن إيران تحاول أن يكون هناك شبكة دفاع جوي أخرى وشبكة رادارات أخرى تستطيع من خلالها أن تكتشف وجود الطائرات الإسرائيلية، وبالتالي تم تدمير اغلب المواقع والرادارات النظام ورادارات الميليشيات الايرانيه. لكن في هذا القصف وتم ايضا ضرب المستودعات التي تمام وصلت اليها. لكن كما تعلم الغاره خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات المواليه لايران، والسؤال هنا يدور عن مدى يعني استهداف الكيان لهذه الميليشيات وانه لا يستهدف النظام السوري بدرجه اولى. بدون شك، يعني دعني اؤكد على نقطه، يعني الحقيقه اسرائيل تحاول ان تقصقص اجنحه ايران، يعني حتى الان لا يوجد هناك جديه لا من اسرائيل ولا من الولايات المتحده الامريكيه الى 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 يعني الضغط على ايران لتنسحب من سوريا، ولكن هي تريد ان تبقى ايران مقصقصه الاجناح الأجنحة وتبقى تحت سيطرة النظام الدولي وتحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بمعنى الضغط عليها لتبقى الميليشيات الإيرانية الموجودة على الأراضي السورية أن تقتل في الشعب السوري، ولكن عندما تتمدد أكثر من قتل الشعب السوري هنا تقف إسرائيل عائقا أمام التمدد الإيراني. إيران الآن الحقيقة هي ضعيفة جدا، لكن تحاول أن يعني تتمدد قليلا باتجاه مناطق الأراضي المحتلة باتجاه مناطق الجولان، ولذلك تحاول دائما إسرائيل ردع هذه الميليشيات الإيرانية. هل تحاول إسرائيل أو الكيان الصهيوني ردع هذه الميليشيات أم جرها إلى اشتباك أكبر داخل سوريا، جر هذه الميليشيات من خلال أو جر طهران من خلال ميليشياتها في سوريا إلى اشتباك أكبر من خلال تكثيف الغارات على الأهداف الإيرانية والميليشيات العاملة هناك؟ هل تعتقد أن الوضع الإقليمي يسمح بهذه الخطوة؟ يا سيدي، إيران ليس لديها أي قدرة ليكون هناك يعني اشتباك أوسع من ذلك. يعني بمعنى آخر إيران حتى الآن منذ أشهر وإسرائيل تقوم بقصف الأهداف الإيرانية والطائرات المسيرة الإيرانية ومستودعات التابعة للحرس الثوري الإيراني وللميليشيات الإيرانية، ولا تجرؤ إيران على إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة ولا حتى باتجاه الطائرات القادمة والتي تقوم بقصف هذه يعني الأهداف. يعني بمعنى آخر ماذا يفعل الاس 300 لدى النظام إذا لا يمكن تشغيله إلا بضوء أخضر روسي، وبالتالي إيران لديها صواريخ بعيدة المدى تستطيع من خلالها يعني كما تدعى
عيوني، لكنها لا تتجرأ على القيام بذلك، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تفكر في توسيع نطاق الاشتباكات، ولذلك هي تأخذ الصفحات ولا ترد، وتحاول أن يكون النظام هو في فدواتها، بمعنى آخر ويرد نعم النظام على هذه، بمعنى آخر بأنها لن تسمح أن تجر إلى مواجهة أكبر كما نفهم من حديثك. السؤال التالي عن ربط هذه الغارة التي جرت اليوم بما أكدته جريدة نيويورك تايمز عفوا منذ أيام، أن استهداف المنشآت الحيوية في إيران كان بأياد صهيونية. الغالب هو بأياد صهيونية كما رشحت بعض المعلومات والتسريبات، الغالب هو بأياد إسرائيلية، لكن يعني هناك محاولة من قبل يعني إيران للرد على كل هذه الضربات التي تتلقاها إيران، ولكن إيران الحقيقة عاجزة عن الرد، هي تحاول أن يقوم النظام بالرد على ذلك ولو بإسقاط طائرة للحفظ ما وجه النظام وإيران، ولكن أعتقد أنه من الصعب جدا ضمن هذه المعطيات أن تستطيع إيران الرد على 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 قوات الإسرائيلي وعلى القصف الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك هي تعجب حتى عن أن يقوم النظام بذلك. نعم، عبر الخط الهاتفي من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب العليوي، شكرا جزيلا لك.